بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بإذن الله هنتابع مع حضراتكم إعداد الصوبه وتجهيزه لزراعة الخيار، وهنعمل لقاءات مع السادة المهندسين اللي هم متخصصين وماسكين الصوبه، ومعانا المهندس عمرو أبو حمر اللي هو متخصص في زراعة الصوبه. السلام عليكم باشمهندس عمرو. وعليكم السلام. اسال حضرتك يعني الاعدادات اللي هي بالنسبه للصوبه عشان بدايه زراعه الخيار، يعني اتفضل حضرتك. والله احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان شاء الله في على التجهيز والحرث والتخطيط والكلام من ده، فاحنا خلصنا طبعا المرحله دي وحطينا في المصاطب اللي شايفها مترددمه دي، محطوط فيها السماد العضوي والكيماوي مع بعض، وبعدين ردمنا زي ما انت شايف كده ردمنا. فالمرحله اللي احنا فيها دلوقتي بشدنا الخراطيم اللي بتاعه التنقيط، وبنبدا نخمر المصاطب علشان نبدا زراعه ان شاء الله. هتبدا زراعه باذن الله على طول يعني ولا هنخمر النهارده وبكره ونزرع بعد بكره ان شاء الله. طب والصنف اللي ان شاء الله اللي هتزرعوه يعني اللي هو البرايت، صنف البرايت؟ طب انتوا يعني جربتوا الصنف ده قبل كده زارعينه سنتين قبل كده. سنتين قبل كده. طب في نصايح تانية حضرتك تحب تضيفها للناس اللي هم؟ والله هو يعني الـ اهم حاجة في الفترة اللي احنا فيها دي هي عملية التخمير دي، ان المفروض ان المية اللي انا بنزلها دلوقتي توصل لكل المحتويات اللي انا حطيتها في المصطبة، تمام، سواء سماد عضوي سواء سماد كيماوي، بحيث ان بعد ما بزرع بمجرد الزراعة بغيب على الاقل 10 ايام او 15 يوم بدون ري تماما. فطول ما الارض متخمره بتبقى طبعا بتدي للنبات احتياجاته، بتبقى تمام، بقدر ايه استنى الفتره اللي فيها عدم الري دي تمام يعني. طب انت بالنسبه للتسميد، بدايه التسميد مثلا او نظامكم ايه في التسميد؟ بيبقى فيه مثلا وقت معين هتبداوا فيه التسميد ولا نظام ازاي؟ هنبدا اول تسميد مع اول ري بعد الايه، بعد 15 يوم او 10 15 يوم، يعني 10 15 يوم من الزراعه. من زراعه هنبدا بيبقى التركيز على التسميد الازوتي اكتر من البوتاسي، تمام، وبعد كده بتبدا الايه النسبه تتغير مع الانتاج والكلام والنمو النباتي. طب في اي رش مثلا معين مثلا الحشائش او الحاجه الوحيده اللي بنعملها في بنعمل حاجه عمليه اسمها عمليه التسقيه كده، بنسقي كل نبات، بندي له جرعه كده من مطهر الايه، مطهر فطريات ومطهر بذور وكلام من ده، علشان ما يحصلوش امراض في التربه، يعني الامراض الخاصه بالتربه يعني. لكن بالنسبه للامراض اللي هي البيئه اللي بعد كده، يعني البيئه اللي بعد كده طبعا بيبقى عندنا في امراض زي البياض، في امراض زي بتاع ده الاكاروس والحاجات دي، بس طبعا الاكاروس ده بيجي في ايه، بيجي دايما في الوقت الحر او في طب انت يعني انت بترش على الاصابه، يعني الاصابه مثلا موجوده بترش على الاصابه على طول؟ بنرش على الاصابه، ما بنرشوش احنا وقائي خالص. طب واحنا شاكرين لفضل باشمهندس عمرو ونكمل لقائنا معاك الحاج عبد الشافي، هو عنده خبره جامده قوي في. السلام عليكم، ازيك يا حاج عبد الشافي؟ السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس. اولا ايه رايك في المشروع ده كمشروع للشباب يا حاج عبد الشافي؟ والله مشروع ممتاز يا باشمهندس خالد، مشروع 10 على 10 يعني، مربح تمام، على اساس يعني ان هو من مساحه صغيره بتدي انتاج عالي. بتدي انتاج عالي. والله تمام. انت كنت زرعت طبعا الخيار قبل كده يا حاج عبد الشافي؟ ايوه، بقالنا سنتين بنزرعه خيار يعني، وان شاء الله كويس وانتاجه مربح ويعتبر مشروع كويس للشباب. مشروع زي الفل والله، وممكن يتعمل باقل تكلفه، ممكن يتعمل بمواصير بلاستيك اللي هي بتاع الميه ديت، لو واحد عايز يعمله يعني مش عايز يكلف نفسه ياما، ممكن يجيب مواصير يجي يشوف عندنا الصوبه معموله ازاي، ويجيب مواصير بتاع البلاستيك بتوع الميه دول اللي هي المواصير الزرقاء، وممكن يعملوا بمواصير زرقاء يعني ما تكلفوش، ومشمع، اي مشمع ممكن يجيبه يغطي يعني، كله شغل بسيط يعني، مش يعني اي مش مكلف جو يعني. اي معلومه اللي حد عاوزها او بتاع مثلا شباب او بتاع وعاوز يستزيد من المعلومه يجي لكم هنا في الارشاد؟ يجي لنا هنا في الارشاد الزراعي، برضه بنرشدوه ونقول له تعمل ايه وتخلي ايه ويشتغل على اللي احنا بنقول له عليه.
في الاداره الزراعيه، في الاداره الزراعيه ببسيون. ببسيون اه ان شاء الله. ماشي، بالتوفيق يا حاج عبد الشافي، واحنا متشكرين. الله يكرمك يا باشمهندس. ولقائنا الان برضه مع المهندس مصطفى راجح، موجود في الصوبه برضه معانا مهندس ارشاد في الاداره الزراعيه ببسيون. السلام عليكم ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ عليك ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس خالد؟ الله يخليك. عاوز حضرتك يعني تقول لنا برضه الاعداد، برضه بالنسبه لاعداد الصوبه لزراعه الخيار، يعني لو في مثلا معلومه جديده برضه عشان الشباب اللي هيقوم بالمشروع ده يعني تبقى حلوه بالنسبه له، يعني بحيث يستفيد من المعلومه دي. هو اول حاجه احنا بنحط السبله، وبعد تمام. ما بنحط السبله في قلبيه الخط بنحطه يا عم خلاص ايوه بنحطه السبله، وبعد السبله بنحطه سلفات نشادر وسوبر فوسفات تمام. وبعد كده بنردمه قلبي بنردمه على السبله ديت، يعني بتحط الخط عرضه حوالي متر تمام، وبعد كده بنخمره زي ما حضرتك شايف كده اي لحد قلبيه الخط ما تبقى يعني ايه متخمره تخمير كويس، عشان ما نحط الشتله ان شاء الله تبدا تشتغل شغل جيد ان شاء الله. تبقى الارض يعني برد على الشتله يعني، ولا ما تيجي تحط يعني بتحط السبله في الخط وبتردب عليه. ايوه. طب المسافات يا باشمهندس مصطفى، المسافات الزراعه بالتقريب كده يعني قد ايه؟ يعني مسافات حوالي نص متر. نص متر على اساس يدي فرصه لكل نبات للنمو الخضري، والشمس تبقى محيطه ليه من كل الجهات يعني وكده. أيوة. ويدي انتاج يعني. أيوة. طب هو بيبقى الانتاج طبعا عالي بالنسبه لوحده المساحه يا باشمهندس مصطفى طبعا، استغلال أيوة. لوحده المساحه. هو استغلال جيد لوحده المساحه، لان زي ما حضرتك شايف كده بيبقى التكثيف تكثيف في وحده مساحه بسيطه، فبيدي محصول كبير يعني. تمام. طب ايه يعني، هل في محاصيل معينه بتنفع تحت الصوبه مثلا، ولا يعني انت برضو كمعلومه بالنسبه للشباب يعني ايه المحاصيل مثلا اللي بتنفع برضو تحت الصوبه؟ في خيار تمام، في باذنجاء ايوه، في طماطم، في طماطم، في فلفل، في اصناف كتيره ومحاصيل كتيره بتنزرع تحت الصوبه. هو يزرع في الصيف عايز ايه؟ طبعا انت بتستغل طبعا الوقت اللي مش مزروع فيه في الارض المكشوفه، وبتزرعه طبعا عشان يجيب سعر، عشان يبقى مربح الاسعار يعني. طبعا الحاجات بتاعه الصيف احنا بنزرعها في الشتاء بحيث ان هي تبقى موجوده في السوق وبتبقى بسعر مناسب، وعشان برضو توفر التكاليف والحاجات دي. يعني طبعا انت متحكم في الجو طبعا داخل الصوبه، بس درجه الحراره بكيف الجو اللي عندنا مع المهندس محمود العريان معنا في الصوبه برضه. اتفضل يا باشمهندس محمود. انا بكيف الجو للنبات، النبات تمام. اللي هو بتزرع في الصيف تمام، واخد بالك، بكيف له جو في الشتاء تمام تحت الصوبه من أي. درجه حراره ونسبه رطوبه عشان يبقى قادر على الايه، على التزهير والانتاج تمام. طب في اي معلومات مثلا اضافيه يا باشمهندس محمود بحيث الشباب يستعين بيها؟ المعلومه الاضافيه ان هو لو اي واحد عنده اي قطعه ارض مهمله تمام اتفضل لحضرتك اي ايا كانت مساحتها ممكن يستفيد منها في هو ايه يزرع واحد ان شاء الله ولو جرام أي. ممكن يعمل صوبه ويستفيد منه، يعني يستفيد من وحده المساحه. من وحده المساحه تمام، يعني يعتبر مشروع كويس يا باشمهندس محمود. مربح جدا والله. يعني بالنسبه للسنين اللي فاتت اللي انتوا زرعتوها طبعا خدتوا خبره جامده في الموضوع ده. طبعا في التجهيز والاعداد والانتاج نفسه. والانتاج طبعا مراحل الصوبه بتبدا من تجهيز التربه والاضافات اللي احنا بنضيفوها، سواء كانت سبله قديمه او سباخ قديم يعني اي والاسمده اللي احنا بنحطها كانت سلفات نشادر، ماده مطهره زي الكبريت الزراعي، مطهره ومغذيه في نفس الوقت للتربه بالاضافه للسوبر فوسفات. وبعد كده بنشتغل بقى بالمغذيات الصغيره والعناصر الكبيره ساحه النبات نفسه مع مراحل الايه المجموع الخضري والتزهير والعقد. اظن العمر من اول وضع الشتله للانتاج عمر بسيط، يعني بيعمل له حوالي 40 يوم تقريبا. 40 يوم لما بنحط البذره في الصوبه ايوه، البذره في الصوبه بتاخد 15 يوم على ما تدي الشتله، وبناخد الشتله بعمرها 15 يوم ولا 17 يوم بنحطها في الارض. بنكون احنا مخمرين التربه تمام التمام بنغيبه عليها طبعا في الري في الفتره الاولانيه من اسبوع ل 10 ايام، بنعمل تقصيه لها بحيث انها تثبت جذرها في النبات وتطلع شرايط جذريه جديده وتبدا تشتغل معانا. وبعد كده ندور الري والتسميد بقى العناصر الصغيره والعناصر الكبيره معانا. يعني المسافة كلها حوالي مثلا 40 يوم من بداية الشتلة للإنتاج. شهر تقريبا يعني حوالي شهر. ومدة الإنتاج بقت بتاخد توصل لحد 4 شهور تقريبا إنتاج. أربع شهور من بداية خدان أول خيارة في الصوبة
من الشغل عليها حوالي 4 شهور، مع مراعاه طبعا ان احنا بنحاول نتخلصوا من اي اصابات حشريه او فطريه في السوق. تمام. طب بالنسبه للتسويق مثلا، طبعا بتهيألي الناس كلها بتيجي عندكم هنا على اساس طبعا عارفه ان المعامله المبيدات الكيماويه في اقل الحدود بتاعتها، يعني الحدود لانها ميه بتاخد ميه بس. وبعدين أي. طبعا هو بيلاقي طبعا منتج، مش منتج الصيف بيلاقيه في الشتاء. تمام. وسعر طبعا مناسب له، والمواصفات والمواصفات نفسها المواصفات عاليه، يعني مواصفات عاليه، مواصفات ممتازه للمنتج اللي بنطلعه من هنا. ويكفي حتى انه بعيد عن المبيدات، المبيدات الكيماويه ده طبعا، لان جو الصوبه بيساعده على انه يكون منتج كويس يعني. تمام. بعدين هم الجماعه اللي بيجوا يشتروا مننا هنا، بيجوا يشتروا مننا بحيث ان احنا عارفين ان احنا ما بنحطش هرمونات، ما فيش لا هرمونات ولا والمبيدات الكيماويه في هذه الحدود يعني. لا هرمونات، لا ما بنحطش هرمونات، عشان كده الخيار بتاعنا بيبقى حلو عادي جدا. متشكرين يا حاج عبد الشافي، متشكرين يا اسمحمود، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، في رعايه الله.